إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم فوازير رمضان. تأليف وتقديم محمد الشناوي. حذر فذر قبل ما تفطر، مهنته ايه؟ يلا تشطر، راح اشرحها بس تفكر، مهنته ايه؟ حذر فذر. انت جاي اشتغل ايه؟ سواق يا ست هاني. ابوه كان قائد فضل. لا، ممثل دعاية فضل الساكو بالشارع. ده ممثل برضو. اهدى بس اهدى. لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. حبيبي خطيبي مذيع في الإذاعة. عزيزي المستمع، أهلا بك إلى فوازير رمضان من إذاعة صوت العرب، والتي نقدمها هذا العام في شكل وصف زجلي لمهنة من المهن المعروفة في حياتنا. المطلوب منك معرفة المهنة أو الحرفة أو الوظيفة التي نصفها بالزجل في كل فزورة. المسابقة تأتيكم برعاية أماتي ترافل. أماتي ترافل، هناك من يقدم الخدمة وهناك من يصنعها. أماتي ترافل وكيل معتمد للحج والعمرة، عضو منظمة آياتا، رواد في الحج والعمرة. أماتي ترافل، تذاكر سفر، برامج عمرة طوال العام، ورحلات حول العالم. أماتي ترافل تعلن عن فتح باب الحجز لأداء فريضة الحج لهذا العام. بادروا بحجز أماكنكم من الآن، أسعارنا متميزة وخدماتنا ممتازة. أماتي ترافل، إدارة نبيل الباشا. لمزيد من المعلومات اتصلوا على 586-578-9126 586-578-9126 أو زورونا على 28695 راين رود في مدينة وارن. أماتي ترافل، للثقة عنوان. حلقة 15. خارج بلده عظيم الشان وبيته في كل الأوطان، كلمته موزونة في ميزان، ببراع أو هيكون ندمان، شغله سياسة في المليان، عبر الصحراء والوديان، رمز الدولة وكل كيان، سوى جمهوري سوى سلطان. نقول كمان، خارج بلده عظيم الشان بيته في كل الأوطان، كلمته موزونة في ميزان، ببراع أو هيكون ندمان، شغله سياسة في المليان، عبر الصحراء والوديان، رمز الدولة وكل كيان، سوى جمهوري سوى سلطان. عزيزي المستمع، حذر فذر، مهنته إيه؟ فوازير رمضان. تأليف وتقديم محمد الشناوي.